أنا الكتاب الأسود هو الذي كان من وراء أنه قيد باش نعديه عدالة انتقالية. بكل صراحة هذا عامل من العوامل، حتى حد ما ينجم ينكره، وخاصة أنه في ساعة تلقفوا الإعلام وهو يعني الإعلاميين وتكلم عليه، فولا ضغط نوع من الضغط. لكن أنا نحب هنا نذكر بضغط واحد آخر ما حسوش الناس، هي الجمعيات تاع المجتمع المدني، هي الشبكات اللي مهتمة بالعدالة الانتقالية أكثر من عام، أكثر من عام، ستة ولا خمسة في تونس. لا هما شبكات ستة، لكن الجمعيات ما يقارب عن ما يفوق 100 جمعية ضحايا. ليه نحب نشكرهم واحد واحد، لا ملوا لا كلوا، كل تقريبا أسبوع على الأقل يجيني ثلاثة أربعة تذكير وقتاش باش تعدوا القانون، وكانوا حاضرين معانا. أنا نحب نشكر سي كمال الغربي، نحب نشكر نظام بن سدرين، وهذا غير على سبيل الذكر لا سبيل الحصر، الناس كما ذوما اللي معناتها قالوا لنا وين العدالة الانتقالية. لكن الكتاب الأسود كان عامل من عوامل الضغط. بربي قبليك سألت سؤال مهم جدا، مهم جدا. قلت باهي سيدي هاو عديتوا القانون، أي ملا شكون باش يضمن لي إنه ما نرجعوش نكركروا في تشكيل اللجنه وتبدا عاد ما شاء شوديك غان لو فغوات اي، ولكن ما نقولوا بالعربي اللي تحرق بالشوربه ينفخ على السلطه، يعني ينفخ في ميه حمالي. طلعت انا نعرف حمالي اليوم، ونقول لك مانيش تونسيه، يعني نعرف حمالي شكون اللي قال مش تونسي. استنى هنا نعاود لي المثل بالله، هذه البيست على الحلقه ينفخ اللي تحرق بالشوربه ينفخ عسلك.